Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hafiz Muhammad Israr and you are watching Hanifa Online Quran Academy. Today inshaAllah Azza wa Jal we will learn Surah Al-Ma'un. First I will read word by word, then after that I will read the whole surah. Let's get started. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. سورة الماعون مكية سورة الماعون مكية بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.